بعدنا يا سمر مستمرين بأجواء الطلاب والأجواء النفسية. رح ننتقل من الموسيقى ورح نحكي عن العطلة الطويلة يلي أدخلت نسبة كبيرة من طلبة شهادتي التعليم الأساسي بالثانوي بدائرة من الملل والقلق، وتجربة الدروس عبر الإنترنت كان لكثير لها فوائد وكان أيضا لها سلبيات. رح نحكي أكثر ونستعرض مع الاستشارية الأسرية هبة عرنوس. صباح الخير هبة. اهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. رمضان كريم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه مثل ما حكينا الطلاب بظل ازمه كورونا كله خايف والان طلاب التوسع والبكالوريا انه شو بدهم يقدموا بالفحص، كيف فينا نحن نحفزهم ليقدروا يقدموا كثير منيح ليقدروا ينجحوا حتى يعني المتفوقين يحافظوا على التفوق تبعهم، يعني شو ممكن تنصحيهم؟ اكيد مهم جدا نعرف بدايه انه قبل ما احط برنامج وقبل ما افكر انا كيف هذا الطالب بده يدرس او كيف بده ينجز، بدايه صحته النفسيه بتتوافق بهذا الحاله اللي نحن فيها، حاله الطوارئ. الصحه النفسيه جاهزه مستعد انه هو يقوم وينجز. نحن في عندنا شغله بالارث التربوي انه نحن دائما بنفرح بالنتيجه، انما الفرح بيكون بالسعي. يعني بتلاقي نحن بنتذكر ايام محاولة سعينا للحصول على شيء معين، فرحتنا فيه أكثر من فرحتنا بنشوف النتيجة معلقة على الحيط. فكتير مهم لازم نركز على فكرة موضوع السعي. يعني أنا لما بدي أجي أقول له للطالب وأجي حفزه ما بدي أذكره بس بحلمه، أو أذكره أنه أنت تتذكر كيف كنت راسم حلم لإلك، بدك تطلع بمعدل ما، كنت تفوت لفرع معين. أنا خليني أربطه بحد ذاته بقيمة. أنت ليش عم تدرس؟ انت كرمال شو عم تدرس؟ طيب لو هو واصل لمرحله من القلق والخوف، وفي بعض الطلاب كمان واصلين لمرحله الكآبه، يعني هن مكتئبين مش على بالهم يفتحوا كتاب ولا يدرسوا ولا يدرسوا يعني، فما بعرف شو. تمام. انا حقول الشيء اللي هو كثير مهم، هو اللي غير متروك. طالما الشيء مفروض فهو اكيد منبوذ وغير مرغوب فيه. فدائما نحن كلمه الفرض علينا بتعطينا فكره واجب والزام. انا هلا اجيت لهون لانه انا بدي اكون موجوده دون لقاء، ولست انا اجيت لانه مفروض علي اللقاء. صحيح. فموضوع فرض علي الدراسه، كلمه مفروض هو لا يتم الشيء الا به. فانا ما لازم اعرف انا ليش بدي ادرس. أكيد. انا بدي ادرس لحتى اوصل لارفع مستواي العلمي، لحتى انا اقدر احقق نتيجه معينه بدي اوصل لها، وليس لانه فرض علي الدراسه واذا ما درست يا لطيف شو حيصير. هون هي الحاله النفسيه هي اللي بتخلق حاله الملل والخوف. صح. حاله القلق، لانه هو بيعتبر انتهاء ذاته بانتهاء عدم تحصيله العلامه العاليه او انتهاء عدم وصوله للنتيجه اللي بده اياها. ارجوكم، يعني انا هي رساله لكل الاهالي، اهتموا بالصحه النفسيه لاطفالكم ولطلابكم، لانه هي المنبع الاساسي وهي المحفز الاساسي ليقدروا يحققوا النتيجه المرجوه، وليس الفكره انه انا بعدين بنتبه لقصه اني اقوم رفه ابني ومخلي ابني يغير جو، ومخلي ابني اذا بده يلعب شوي بلاي ستيشن، خليه يتواصل شوي مع رفقاته، خليه يعمل شويه نشاطات ضمن المنزل. لا، انت عندك تاسع، لا انت عندك بكالوريا، هذا غلط كثير كبير عم للنتيجة اللي انا فكرتها. هبة خلينا نحكي يعني بمرحلة الحجر المنزلي أو الحظر من الخروج برات المنزل، عم نشوف العائلة كلها عم تجتمع، وأكيد بده يصير في حالة من الستريس والمخانقات بين بعض، وخاصة إذا كانت عائلة كبيرة. فمن عدا شيء طالب البكالوريا خلينا نقول أو التاسع، بتكون حالته النفسية شوي دائما بيلقي اللوم على غيره نتيجة إذا ما درس، إذا جاب علامات قليلة. فهون خلينا نحكي أكثر عن تنظيم البيت، يعني ليلنا نهار ونهارنا ليل، صار في فوضى. صحيح. بالحياة اوريدي يعني. تمام. فخلينا نحكي كيف فينا ننظم البيت لكل ام لحتى ابنك ينجح ينام منيح وياكل منيح. صحيح، كثير مهم نركز بهي النقطة بالذات انه هو شو بيناسبه بداية. ليه؟ لانه نحن لما بيكون عندنا طفل رضيع بنساوي البيت بناء على نظام الطفل الرضيع. طب كيف اذا انا عندي طالب شهادة؟ فكتير مهم اعرف انا الوقت الانسب لإله. في طلاب بيكونوا دراستهم ليليه وفي طلاب دراستهم نهاريه، فانا مهم نظم نظام البيت على اساس هذا الموضوع. اذا كان في طلاب دراستهم نهاريه فيفضل حاله النشاط العاليه هي تكون ليليه، وهو يقعد بذروه نشاطه تكون نهاري. يعني وفر
يغير الجو لإله بحيث يكون فترة إنجازه الأعلى وليس مصلحة الذات. يعني إحنا هم نشوف إنه طب أنا شو ساوي إذا أنا أخوك بده يعمل وأبوك بده يساوي وأنا بدي أشتغل شو ساوي؟ مشان حضرتك عندك دراسة كنا نقعد 12 بالغرفة وما كان حدا يحكي. هدول القصص الطلاب ملوا منهم، ملوا من سماع هاي الكلمات، وكأنه نحن كنا ننحت بالحجر لحتى وصلنا لهذا الشيء اللي نحن فيه. فكتير مهم نعرف إنه مصلحة الطالب أولوية، شو تتناسب تمام. نفسيته، شو تتناسب طريقة التلقي للمعلومة وطريقة حتى هو تحفيز دماغه بالدراسة، نهاري ليلي. هذا الطالب بحب يدرس بصوت عالي، بحب يحط موسيقى أثناء ما عم يدرس. كثير مهم الأهل يعرفوا نظام طريقة دراسة الطالب اللي موجود عندهم بالبيت، وليس التكيف إنه شو نساوي هي الأزمة على الكل ولازم تتحمل ولازم تكون مرن. وإذا عندك أخوات صغيرة وين نروح فيهم؟ شو بدنا نعمل؟ يعني هو مو ناقصه، هو مو ناقصه، كل حدا فينا بيعتبر همه أكبر هم. فكيف هذا الطالب اللي لسه هو همه ضمن هدول الكتب وهمه ضمن هدول الأوراق؟ فأرجوكم أن هذا الرسالة تقرير مصير تانية. يعني تماماً تمام. الرسالة الثانية للأهل، افعلوا او سووا برنامج البيت او المنزل بما يتوافق. اولويه طالب البكالوريا او التاسع طبعا اولويه لكل عائله. خلينا نحكي اهميه الثقه بالنفس عند الطلاب بهالفتره كمان بالضبط، يعني وقديش الاهل يعني هن اللي بيرفعوا لهم معنوياتهم ليقدروا يقدموا كل شيء منيح عندهم. خلينا نحكي كمان اهميه انه الطالب مثلا يعمل جدول له، جدول للدراسه، المواد الصعبه هي اكيد بتاخذ وقت اكثر من المواد السهله، انه جدول ينظم وقته ويحط وقته للدراسة ويحط وقت للترفيه. يعني هذا أهمية أنه كل شيء يكون عنده أنه بوقت وبترتيب وبضبط. نحن بس نلعب على المصطلحات تمام. بدل فكرة نحط برنامج أو نحط شيء منظم، خلينا نسميه تحدي تمام. شو رأيك تتحدى حالك خلال ساعة تكون وخلص 30 20 4 5 دروس خلال ساعة؟ أنا حفوت أشوف قديش، وأنا بعد ربع ساعة حبلش ذكرك أنه بلش العد التناسلي. هذا التحدي بيفرز بجسم الإنسان هرمونات بتساعده على قوة التركيز بشيء معين اللي بده يوصل له. يعني أني أنا كيف فيني ركز على النقطة اللي بدي أوصل له وبسرعة لأنه الوقت عم يفوتني. هدف يعني تماماً. هلا بنشوف نحن الأم أكثر نشاطة قبل أذان المغرب بنص ساعة، بنلاقيها أنه رغم كل تعبة كل النهار بس آخر نص ساعة قبل أذان المغرب بتبلش هي تركض بسرعة. نفس الشيء لما بخلق التحدي عن طالب المدرسة أو طالب التاسع والبكالوريا أنه أنت خلال ساعة فيك قديش تعطيني من مثلا من 10 دروس فيك كم درس تسلمني جاهز طبعا. التسميع. هذا التحدي بيخلق متعة عند الطالب ويحفزه للدراسة. موضوع الثقة بالنفس قديش حلو نطري شوي على إنجازاته بالسابق. نحن كنا نحتفظ ببعض الجلاءات ببعض شهادات التقدير، تفوق بدورة ما إن شاء الله كانت دورة رسم، إن شاء الله كانت دورة موسيقى. شوف كيف أنت كنت في كل مرحلة من حياتك تترك بصمة، إن شاء الله تفوق بالمعجون. بتكون أكثر من هيك. يعني أنا عم أقول لهم للأهالي أرجوكم اجعلوا من كل صور من أعمار أطفالكم بعمر صغير صورة تبرز أنه هون هو كان عم يستثمر وهي ذكرى تضل محفورة بالبال وبالقلب. هبة قبل ما نختم مع حضرتك ونكفي فكرتك، خلينا نحكي عن التشاركية، هي صح ولا هي خطأ؟ في كتير من الأولاد بحبوا أمهم تسمع لهم أو أخواتهم يساعدون، وفي كتير بحبوا بس ما بيقبلوا، وفي كتير ما بيقبلوا أبدا تمام. هي الطريقة الصحيحة سريعا قبل ما نختم تمام. صح ولا لا؟ هي بما يتناسب، هي بما يتناسب مع الطالب وليس بما يتناسب مع مزاج الأهل. يعني الأم ما بتطمن إلا لتسمع لابنه والطالب ما بده، فممكن تقول له أنا هكتب لك نموذج ورق وأنت تسمع لوحدك لأنك أنت بتستاهل تكون قائد نفسك. وفي أطفال ما بيطمنوا وطلاب ما بيطمنوا إلا لأهلهم يسمعوا لهم، بس تكون جاهز، أنا جاهز لحتى أسمع لك بما يتناسب مع مزاج الطالب وليس بما يتناسب مع مزاج الأهل. نعم يعني معلومات كثيرة ونصائح قدمتيها للأهل، ونحن نتمنى لكل طلابنا يلا هانت هانت وما بقى فيه كثير وقت، نتمنى لهم التوفيق وأكيد هن جيل مستقبلنا الجديد. نتمنى الخير للكل والنجاحات للكل. ميرسي كثير لك هبة، شكرا كثير. اكيد نتشكر وجودك معنا وشكرا على معلوماتك القيمه، ونتمنى التوفيق لكل طلاب التواسع والبكالوريا. ولا تخافوا الطلاب تبع السنوات السابقه عن جد عم يحسدون على هي السنه، وان شاء الله يكونوا موفقين بكل المواد ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.